إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودرسي جني أفرية الضباطنات. قال الله تبارك وتعالى: قل وعاتر النبي صوبنا إن كان هدو أسوق ناضي للرحمن الله النحريس تبلارا ولد عرور فأنا أنيق أول العابدين هو عابد يكنغوه ريانها سبحان ربي السماوات والأرض إلى ريالك إيا دولك ربك أبوري إي ملكي مامولا ربك نستهد مناسبك أيا نستهى رب العرش عرشك ربك أبوري إي ملكي إي مامولا ربك نستهد مناسبك أيا نستهى عما شيء أيا كن نستهى يصفون قالوا أي كت الماميان أو من نسبة الولد إليه إن الله عروه أما سيولد لا نسبة إياه فدرهم كتك نبيك سبحانه كفارتا يخوضوا هايسكت دباشين في بعضهم بعض الكودة ويلعبوا هايسك عيارين في دنياهم الدنيا دو هايسك عيارين كتك حتى يراقوا إلى أي كلك الميان يومهم مالين كودة الذي مالك يعدون اللوغو قدين أيوه وهو الله الذي وامدك إله لعابده في السماء السماء بحرية اللوغو عابده وفي الأرض وإله وامدك لعابده في الأرض دولك كوركيسن اللوغو عابده وهو الله الحكيم والله حكمة بضان العليم والله أقوم بضان وتبارك وحقيرك سبطي الذي الله له كرجس وسناضي ملك السماوات والأرض ملك إيا عراريالك ملك يودي ما ملكودة إيا وما بينهما عراريالك إيا ملك انتود حيضة ملك يودي ما ملكودة وعنده اللي أكتسو كليه أهاضي علم ساعة ساعة قيامها أغال كيدة وإليه الحق سوكليا أنا ترجعون لينين علينا ولا يملك مهنطان الذين كوا يدعون أي عابدين كفارتو من دونه الله كسوكي الشفاعة إرقى مهنطان لأحد قف أيو إرقيان إلا من قف أيو إرقي كران شهد كمرقاتيك عيب الحق توحيدك والحال ما كم مرقاتك عي هم أيبو يعلمون أيقون إليهين ولا إن سألتهم والله ألا قدرت إلهيري إن سألتهم كفار تهدد ويديدو من كما خلقهم أيقا أبوري ليقولن وحي قالت إليهين الله ألا أبوري إلى وقل سبحانه فأنا سبيبا يؤفكون اللوغ اللحية مرك إبادة ديسة وقيله وعنده الأكتي سوحا هذا قيله وعنده إله أكتي سوحا هذا قيله علم قيله نبيك أراه ديسة علم جيدة يا ربي ربي أويري رسولك إن هؤلاء كوان قوم وقوم قوم كاسوا لا يؤمنون عن حق الرمينين قال تعالى إلى وحيري فاصفح عنهم كتشيسوا نبيك سبحانه وقل واحد نكتر هذا سلام أمري أرنتيد سلام ونبت جليو فصوف مرضاً بي يعلمون أغادونا ما يلقون من البراء والنكال وحي لكم دونان بلاء عقابة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين مفسرين تا إنتاس أي آدس هو قلافاً معناه لغو فسيريو إنتانو ما شرطية مسوى النافية إن
intaas ayay mufasiriintu isku khilaafaan macaanideeda. Mufasiriinta baadi kamida waxay yiraahdaan intu waa shardiya. Inta markii shardiya laga dhigo macnuhu sidaan u noqonaa. Waana sida Ibnu Jarir iyo Ibnu Kathir iyo a'imma badanuna ay mareen. Wuxuu noqonaa qul de nabiyo in kaana haduu u sugnaaday lirraxmaani allaha raxmaanka ah waladun caruur umaba sugnaanine hadday dhici lahayd in u sugnaado fa ana aniga awalul caabidiina kuwa caabida kan ugu horeeyaan noqolahaa laakiin uma sugnaanin sidaas darteeda alla keliyahan caabida intu waa shardiya markaas macnaha waxa weeye waa la anfinaa alla walad waa laga anfini maa loo sugi ma mar walba mar walba waa laga anfinaa laakiin dariiqada looga anfinayaa kala duwan shardiya haddii laga dhigo waxay tahay alle walad hadduu u sugnaalahaa inta caabuda anaa ugu horay lahaa ee uusan u sugnayn uma sugna uma sugna waxay ku macno tahay markaas low kaana fiihimaa aalihatun ila allah la fasadata low kaana hadduu ahaa lahaa fiihimaa cirka iyo dhulka dhexdooda aalihatun ilaahiyaal إلا الله الله ما هني الله ما هني إلهيالك لهدي جري لهايين أبوك يا إرك يا أبوك لحد يسوي شوقي لهايين إرك يا أبوك وفسادي لهاي وح مامرك إرك يا أبوك كو باقي يهاي وهل إله واحد وإنه مامري ساس يكو باقي لكن هدي إلهيال فدان حال هايين أيها الأسكو قبصلها مامر إرك يا أبوك نساس يكو فسادي يكو باقي لهاي آيات داسكو معنات وحي لمدت هاي قوله تعالى لو أراد الله ألا هدو داني لها ووسا دانيني أن يتقيد ولدا عرور إنو سميستو لاستفاو دور لها مما كي يخلق أو أبورو ما يشاء وحضانو إلا كفارت وحيرادين ألا ولدو لي ولد كاسونا وملائكتا ملائكتنا وقبنه انتا سو كفريها استبادلين وما يسوء غاني مركاسا إلا وغيري alla hadduu doonayo ma doonine inuu walad samaysto ilaahi weyna waxaan ka asaga abuuray uu ka doorala laakin wuusan ba doonin alla waxa la yiraahdaa ashardu la yalzamu minhu alwuquu wala aljawaz shardi hadii shayga lagu xiro laba shay midna kama laasimo arintaas inay dhacdo kama laasimto waxaan kala sidoo kale ka laasimid inay xataa banaanta inay dhacdo shardi lagu xiray haddii alle walad lahaa lahaa wuusan lahayne ana ugu horumari lahaa laakiin ma laha alle ka laasimi maydo marka inay dhacday oo walad yeeshaan inay xataa banaanta inuu walad yeeshaan ka laasimi sida xaafidnu ka fiibay inay cadaynay wuxuu yidhi washardu laa yalzamu minhu alwuquu wala aljawaas aayaddaasayna la macnata low arada allahu an yatakhida walada du alla dooni lahaa inuu walad samaysto ma dooni laakiin وسن دوني لو كان فيهما آلهة هدي إركي يدولك إلهي الجوغ لهايين ويسن جريني لفسادة تاو فساد لهايين مركا تاسوا الضريطة ابن الشريرة مري ابن كثيرة مري أي مبضانا مري محمد الأمين الشنقيدي في أضواء البيان على إيضاح القرآن بالقرآن ساقو متخلو مري تنا أت أيو وليبا وأفوغيي معنها oo inta in shardiya laga dhiga oo wuxuu yiri macna moodsii kara nooc baadil ah si loogu fasira quraanka waxaa lagu fasira macna cad oo quraankuna wax badan u marqaati kacayo macnaas wuxuu yahay inta nafiya laga dhiga oo waxa weeye qul de nabiyo in kaana ma kaana uma sugnaanin lirraxmaan allah raxmaanka waladun wax caruura fa ana anigana أول العابدين الله واحد كاهن عروق كرهين كوا عبدا ينبوه الرئي ساسو ايو انتو نوان نافي محابا وحو ينوح وقف انا تكتع عن دعيدا اباهان اغب دلالين وكولي معنى اسمو حوغا ايهانا كتيرو لغا فهمي كرداتك قبل او مسكحة دلا اما حموصا اما سي قلبي قلع اي وح انك فهمي كرا او انصحة هين لكن معنى ان عد الله مرسينه لي قول للنبي إن كان ما كان أم السقنان للرحمن الله الرحمن ولد عرور ما هو السقنان فأنا أنوغنا أول العابدين دور معنى لغو فصير كرامركاس إنت الله واحد كعابدين وغرية ومعنى
أول العابدين كوا كسن تاجي الدين يا الله ورد الله نسوينا كروها ريان ما معناها وعابدين تنو لقو فصلوا مستنكفين كوا كسن تاجي إن الله ورد الله نسويه أنا أقوله ريان لا هذا معنى صحيح لا معنى لكن متكودنا خلط ملك الفهم معي لا هذا معنى وظاهر مت والبواحد تصير إنكار لإنكار إلهي ولد الله تلمام وقول تلمام لا هذا بساسة تصير لا هذا معنى ولا هذا معنى صحيح ولا هذا معنى صحيح معناه هراء أنت شرط يا حد لا قد يقول أولي هذا قول للنبي إن كان هذا أسقنا لها وصنب أسقنا نينة للرحمن الله نحرس تبلارا ولد عفور فأنا أنيق أول العابدين كوا عابدان وجوه الرجلها لكن وما وصل معني معناها سواح لمدة قولك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أُيري نعمة البدعة إن كانت بدعة نعمة البدعة وحيكون طلاب بخاري أُيري تراويح ما كنت جمعيي ضدك ما كنت جمع تراويح ده كنت جمعيي وأي هل إمام كدبت تكبين أيها أول كوح كوح تكنا يا هل إنا تكنا لبا كحراني مدى تكنا صدحا كحراني أيها قاب كسبت تكنا يو مركو أوي مدو هل إمام تجي أويري أيها رين طمد أيها تكنا يو هل إمام لتكنا يويم مركاسوني نعنة البدعة هذه إن كانت بدعة إن مركا نعمة البدعة وحي كتها الله صحيح البخاري إن كانت بدعة وحي كتها الله طبقات ابن سعد طبقات الكبرى لابن سعد كتها الله إن أنت سخوط درك إنت سمنا دام أيسا رواية البخاري لسعون إشكال بضان أيدكو كان سيترت هذا خفات بضان الدريق كلي مرسية سببت أولا إسقلوا إليه لبشي صلاة التراويح دقاه بخاري يغير كيسا يكوت الله نبي محمد التوشيي صلى الله عليه وسلم صدح بيان أما كبرا نبي محمد التوشيي صدح بيان أما أفر التوشي ومركو صدح تجو هبين كأفراد وباغر وشكو روية كتري أما مركو لبت توشيو هبين كصدحات باغر مركي دم وباغر صباح دي وصوت بحين ويخو يروان أركي حالة واحد سميدين إن الصوت بوابتين ينكو ديار إن التوشيو حالة دي إقامة قرصوني كسان إن كغام قنا حالة وحنا كعب صبي إلا إن كوا يجب يلو إن أجمع عدم كتو كتان سيدا سونا بكويل صلى الله عليه وسلم مركي نبي إن إله أوف صبي وحنا شك سولي وحو ماني إديدة أجمع عدم إن لقو سيوضو ماني إديدة أو حيهد خوف التفريط إن لقو يجب يلو أو إلهي كوا يجب يلو عبسيد إلا قعب سنعي ماشي وكب على مرض النبي الله اوصلي ما حيره بعد النبي الله وحنا واجب يلا ويا اللي هو واجب يلا معناها شرع اللي ما سو دجين ولا جيده بعد النبي شرع سو مدجين واح شرع اللي ما سو دجين marka cabsidi laga cabsanaayay in lagu waajib yelo ummada meesha waa ay ka baxdo maxaa baaqi ah sunnati nabiga oo asagu nabigu tujiye sunnati nooley abu umar ibn khattab markii maani isuulay ayuu sunnati nooley الأول بس النبى قائم هذا النبى قاعد السمية لكن وحن النبى وجهه شيء وحوين قف وكعب صبي الجوة شيء مرضي ماني إنيش كبح السنة دي النوري مركز شيء السنة دي النبى قاع سال الله به كرنيعة البدعة هاسا إسقابوي لي سأسترت إلى حافظ ابن كثير حافظ ابن حجر العسقلاني حافظ ابن هجر رمانت وحير هذا نعمة البدعة مركولية هاي وحو أولاد بدعة بدعة لقوية أما شرعا ما والله بيكرة لأن نبي محمد السمية صلى الله عليه وسلم شرعا بدعة ما هم تراويح نبي محمد السمية ما هو وحصوا أولو لي ساسا يكون توجيهين لكن مركة اللقصة داره سيادة طبقات الكبرى لابن سعد كسوغا وحو نطنع هذا الكو نعمة البدعة هذه إن كانت بدعة إن هديتن بدعة أهالها بدعة وافعنا لها لكن يتنو بدعة ويسن باهاين ساسا وكي نقونا خلاص وحي لم نقونا مركا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبدين أيضا ميا لقفة ما ألا ولد لي تاس الحديث كان ساسا لو فهمي بدعة نعم عليه ساسا لو فهمي بدعة نعم على هالها لكن وهديتن بدعة هالها ويسن هاين طن وصنا دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كاس مركا وحا صوأف شرما يبابا أيه إلا إذا هذا عمر يري نعمة البدعة مركب بدعة وقير يبرواق هلا وض أي ساس يكون سؤال شرمي
مرك انت اسلس لفهم سبحان ربي السماوات والارض سبحان ربي السماوات الى ريالك ربي جودا ربي قاس نستهد كم مناسب كاها نستهى ربي وخالق مالك متصرف والله ابوري الى ريالك اي ملكية اسكالة اي مامولة ربي وصاص سبحان ربي السماوات الى ريالك ربي ابوري اي ملكية اي مامولة ربي قاس نستهد يسكون مناسب كاها نستهى تنزيهنا وايضا النقصان يعيب ان كفو غينوي نقصان يعيب ان كفو غينوي والارض دولك ربي ابوري كالجيس كالجيسنا اسكالهم ملكية كالجيسنا مامولة ربي قاس نستهد كون مناسب كايا نستهى رب العرش كبدل ربي دي هوري رب العرش عرش جوين ربي ابوري اي ملكيه اي مامولا ربي قاس نستهد كون مناسب كايا نستهى اما شيء ايا كان نستهى ربي يصفون قال اي كنت ماما يام او من نسبة الولد اليه اي كمتاي ان الهي ولد لو نسبيه اما سي شريك لو نسبيه اي كاوبو هوريه وحسن كان نستهى ربي جيجا من نسبة الولد دي إليه أو الشريك إن إلهي ولد لون نسبيه أما سي شريك لون نسبيه قال تلمانتي ربي جيجا هو كان نستهى فذيرهم إسكيتك نبي صوبانا هم كفارة مفترين تا كبين أبو رانا يا الله إلي ألا ولد له ألا شريك له إسكيتك نبي صوبانا فذيرهم كفارة مفترين تا يا ربي كبير أبو رانا يا إسكاقاتا معناها وحبات دوت يتشدال هلا جرين وي يخوضوا حتى باشين في باطلهم بعد الكورة هاي إسكاقاتا باشين ويلعبوا ها عيارين في الدنيا الدنيا دو داكو عيارين حتى يلاقوا انتي كلاكو الميان يومهم مالين كودة الذي مالين كيو عدون اللوغو قودينيو مالين كاللو يبوها يو او اه مالين كقيامها او يتحيمة قليان انتي كلاكو الميان إسكاقاتا معناها هو قود هذا الكاسو هنشباب أنا هنشباب كذب بيوي وحوي فرها كقاب أنت مآل كودو ومالك أستحيمك النقاني وهو الله الذي وامتك إله لعابده في السماء السماء بحر اللي عابده وفي الأرض دولك اللي عابده وفي الأرض وإله اللي عابده في الأرض دولك كركي سنة وهو الله الحكيم والله حكمة بضان العليم قونت بضان آيات معنى هذا وحوي وهو الله الذي وامدك إله إله ومعبود إله وامدك اللي عابده في السماء السماء اللي عابده ومخلوقات كالسماء كسوغا من الملائكة وغيرها ملائكة غير كذبة معبود كإلي عابدان أي واجب كإن كتهاي إعبادة مضان والله إذكر إعبادة مضان السماوات لكم السقمة الله كالجيس إعبادة مضان سماوات وفي الأرض وإله ومدك العابد الله في الأرض بلك بلك أنا الله ومدك كالجيس مضان إن لكم عابده وإذكر إعبادة مضان بلككم السقمة حافظ من كثير آيات دمركم فسيرا فيه أي هو الله إله من أحد إلهي سوي في السماوات كسوغان وإله من أحد نوى إلهي سوي في الأرض كسوغان ساسوي معناها وحوي إذا سوى كسوغان الله إله ومعناها إله حق الله إذا دلك كسوغان إله حق وإنه عابدان كله والله ساسوي معناه يعبده الله وحي عابد أهلهما إلى ريالك إيابو ريالك إهلك كسوغان وكلهم خاضعون له الله يسكد الليين الذلاء بين يديه هل كان صدى صحاف المكتر كوي مركا وچوغو سورة أنعام بالله قيدا وحا كون شرطة قوله تعالى والله في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون آيات الصدحات سورة الأنعام آيات داس مركو چوغو آيات داس صدح معناه كبانان معناها صدح راس معنا مد كمد هو حوك لمد يهي آيات إله وكير سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله آيات داس مركا حافظ مكفر مركو جوغا وحو صنع لي إجماع أهل الصنع والجماعة وحوير وحي كو اتفاقين إنه إنكران أو أبادل يهي تا
تفسير كآية داس أي كفصيران جهمية ده. جهمية ده أو أفرق الضالة وحوين فرق باديوبي أنبضي طريقي كالومي نبغة إجماع يكون اتفاق ويولي ولقد قف أهل السنة أو يرمجره معناها جهمية تري أو جهمية محاية تري موجود في كل مكانة الجهمية أيضا الله ميل والبتشوغه أي رهدين جهمية ده قوم كباديوب أهل السنة هربان إجماع اتفاق يكون معناها سنو باطلية أو سن معناها جراء هاي إنو باطلية هاي أو ضلالية هاي قف الله قف كوحا سكوها دل الله ملك سيجوغانا أهل الضلال أويهي ضلال وين أويهي وليب الضلال دو سمهين ضلال بعيد أويهي الله ملك سيجوغا بعلمه حق أغالهان وح أوسن أغينو مجران إذ شنقر أوسن مقلينو مجرتو وح أوسن أركينو كقرصون مجران أما بذاته سلف إيا خرفو وحي كويش معين أهل السنة والجماعة إنه الله كسر رأيه مخلوقي سواء أنا صار نقلني إجماعات في سورة الحديد مركان مريني وأنا جي صار نقلني إجماعات في سلف كأي رقم ده لكن طبعا إمام كبرا إجماع صار نقلده أما سديدي طبعا إمام وسلف يا خلف بره وكم دي هي أرض إمامنا الشافعي وهو إسماعيل بن يحيى المزني كتاب كي سقيمها طبعا إلى شرح السنة أرض إمام الشافعي أو إجماع كسر نقلي إلى السلف كي يعلمدي وسوق جاري أصلاً كي السلف يكملي لكن كل كار من الصحابة إلى والتابعين إلى السجع ضبقديسي إلى كل إجماعين إلهي إنه كسر عرش يسي مخلوقي صار أم فران أصام مهرم السلف داس أصام سلاس فران أصام مهرم مركا هل كاس نحافظ نقطة إجماع سوق صار أنا قفكم وإنه أخيات ضالب كا إن أهل السنة بنكو اتفاقين معناه إنه ضالب إلا يرهدو موجود في كل مكان إلا يرهدو وآيات الصدحات سورة أنعام فير أو راجع أو آخر آيات مركو شرح آيي محمد بن شرير الطبري وحيري معنى الواسدانوي والله الله الذي وامدك له الأروهة إرادة أسقناطي في السماء السماء أسقناطي الله وامدك إرادة عليه وغيرهم في السماء السماء معبود أسجى لعبده عبادة مطن سماء وفي الأرض دلكنا معبود أسجى لعبده الله سجى مطن إن لعبده كما هو سيد الله وياه معبود مثل لعبده في السماء السماء سيد السماء وعبادة ومديه وأن إتكل لعبده كريم دلكنا الله كرجس عبادة مطن آية معنى وصاصه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قرآن كان قف كدون يئنو فهم معنى صحيح وإنو أفهم معنيه أي فهمين صحابة رسول الله إيا أرضي صحابة أو تابعيالك إيا أطباع التابعين دريقة سلف صالح أي قرآن كأفهمين وقرنيالك النبي محمد أغامر قاتيك أي خير يدا صلوات الله وسلام عليه سيدا سينا مرين هل إمام أو قلاف اللي هي لما أو آيات معنى كركو فصيري إله وامدك إبادة مدان سماواتك دل جوغو أو مخلوقتك سماواتك كسوغان وحواجبك الله كليين عبدا ووحو يري معناها ابن جريب وحو كو قبن قبيي لا شيء سواه تصلح عبادته إرارك يضلك مدنك مصوغنا شيء أصوبت إلا عبد ساسوي آيات معنى قفك مركا سوى دليش هذا إيرا الله دولك جوجا إركن جوجا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله دوحه كذب جيهاي تلاعب في القرآن كل واحد يرى تلاعب في عقل قرصان مثالي وكي درواجة كذب جيهاي فيها إيري وجعل الليل اللباسا يصور سكو طريق وجعل الليل اللباسا كيري صور درواجة كذب جيهاي درواجة قاطي نف وقدرشنا لباسا يلوه وسكو ساي درواجة فقال الله دم يري واللباس كيموت كوا مركا تاسي كدغان وا قران كي او دريق كلا لمرسيناي مركا تاس وين الله لوغا عبسدا وهو الله الحكيم والله حكمته بدن الى هو حكيم سبحانه وتعالى وهو حكيم كي هي اقواشيسا وهو حكيم كي هي افعاشيسا وهو حكيم كي هي قدركيسا
وهو حكيم كل يعني شرعي يساء سوى بألا وحكيم العليم والله أقال بران وأقوم بران وتبارك وحقير كيسو بطي الذي الله له كريسو أصغنادي ملك السماوات والأرض وما بينهما إلى ريالك يا بولك يا إنت أبدا حيدا ملك جود سلطان يا مامولك دمان الله إسكره سلطان مامولك أود الله إسكره كاس أيا مجيسو قيكيسو بطي وعنده ألا أكتيسو كريا وها هذا علم ساعة ساعة قيامه أغال كيدا ساعة قيامه إلا أغاده وقتك أي تعيده ملك ما أغا نبي ما أغا إتكلم ما أغا ألا أكتيسو كريا هيتا الله قرآن هو كل العليا مثل ذات وكل العليا وحانا نفسنتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويديي أو ملك الجبريل أوليب ويديي ملك الجبريل أيا ويديي أو أفضل حظ أفضل الملائكة ونبي محمد ويديي أو أفضل رسل أو رمت ساعة وقرم ساعة قيامة مركة دعيدة محوق جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أنا قال لي ويدينا يوم مسؤولك أو اللي ويدينا يوم كانوا أديك سؤول ويدينا سكمل عن كنا أنا أديك سأسوق جواب مركة قف أغمتشرو ساعة قيامه مركة دعيدة اللهم هاني اتكلي أغمتشرو مركا اتكال اوغ مجرتو وعنده والاكتي سو كليا يواها بي علم ساعة ساعة قيامها اوغال كيدا وإليه اللي حقي سو كليا انا ترجعون لينين إلينه الله لينين هرقينه إن حساب الدون ولا يملك من ملكيان الذين كوا يدعون مشركين توي عابديان من دونه اللي كسوكي الشفاعة إرقم ملكيان إلا منقف أمبا ملكية شهيد قري بالحق حق توحيد كا والحال هم يبو يعلمون أبيهم آيات دان حوغاه إن لدول استاغي أباهانتا سيد حوغاه وحبادان أياه وحيران قف كستو مسلمة إنو فهموا آيات دان لما معنى لغو فصيرا لما دبوان عدين إن شاء الله وحي إلهي نغا كرسيو معناها حوري وحان لينه معناها حوري وحي لما معنى نبنو شريف كواسو نقليه mid inkastu mid xoojiyay waxay tahay macnaha hore macnaha xooga yar xooga laga xooga badan yahay hor mareyna waxay tahay aayadu waxay ka hadlayda war mushrikiin waxaan aad caabudaydaan oo tuugaydaan wax ergay kara luguma arko qiyaamaha bii la tago illa intii tawxiid ka qirtay maahan mushrikiintu waanagii soo ogaanay marar badan oo waxa weeyaan suuratu nuuh iyo suuratu najmi iyo meelo badan ku soo ogaanay waxyaalo badan ay aamin jireen qaar waxay aamin jireen dad saalixiin ah qaar waxay aamin jireen malaa'ik qaar waxa weeyeen geedo qaar dhagxaan qaar waxa weeyeen jinni qaar bash qaar shaydaan wax badan ay aamin jireen macnaheedu hore marka waxa weeye waxa aad caabudaydaan oo leedihiin haa'ulaa shufa'auna indallah ila yagtiisay noogu ergeynayaan wax ergay kara oo bari shafaaca wax weyn hara kara kuma jiro ilaa in tawxiid qirtay ayagoo tawxiidka ay qirayaan oo qoon u leh macniisa maahane waxaan kaloo caabudan bari maba ergeynayaan maba loo fasaxayaba taas waa macna macnahaas waa laga xoog badan yahay macnaha kale ka xoog badan waana macnaha ibnu jarir uu hormariyay markii dambe rajaxay wuxuu yahay sidaan macnaheedu waxa tahay inta aan la aqbayn waxa aad caabudaydaan oo ah malaa'igta sida uu kala hormay waliba nabi ciise dhe ciise nabi ciise iyo uzeyr oo saalixa iyo malaa'igta kuwaas aad caabudaydaan ood leedihi waa noo ergeynayaan qof ay u ergey karaan bari qiyaama ma jirto ilaa qof muwaxida oo iimaanku dhintay maahane basaas macnaha ayad kuwaan aad leedihin waa caabudayna waxaana u caabudaynaa inay noo ergeeyaan oo ah nabi ciise iyo uzeyr iyo malaa'igta cid ay u ergey kartaan ay u ergey karaan ma jirto ilaa qof tawxiid qiray isaga oqoon u leh weliba maahan maa qof iskaga dhawaaqay maahan kaas muumin maahan looma shafeecayo aayaddu marka waxay noqonee kuwa shafeecaya oo malaa'igta ah ama nabiyaalka ah
أما صالحين تا شفاعته وحي أنفعيدا قف أدوك مركو جوغي توحيد لغا هلاي وليبا ماهن إنسكاقا قواقي وينو معني سريقين ساسين نقوني لغاية سيدا يفصيلين أئمة التفسير وغير ابن جرير الطبري مركو فسيري حتى آيات الله قبله عن مرنو مركاس آيات الله فهمه ولا يملكوا مهنا كرانو من ملكيان الذين قوة الذين الله يكون بعيدا كوي محدودين تلعبدين كوي العابدة يكون بعيدا الذين ولا يملكوا من ملكيان مهن تان الذين قوة يدعون قالدوا أي عابدين من دونه على كسوكي قوة على كسوكي أي قالدوا عابدين أو من عيسى وعزير والملائكة سيدا يكون فضل حتى جلالين كل لفتي إساس وهو فصيرا جلالين كان يركع حتى سيدا وهو فصيرا كوا أي عابدين مشركين تا أي أه نبي عيسى أي أه عزير وصالحة أو أه ملائكة من ملكيان الشفاعة إرقين مستثنى منه بيا مكة محذوف مستثنى منه بيا محذوفة لأحد قف إلى يؤرقيان مهنا كرام هل قف برقيان أم الشفيع كرام إلا من قف الشفيع كرام كصور من شهد قرأ بالحق حقا وحلو لك إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله تسألوا لك إذا هل من يؤرقي كرام واقع وقفك قرأ لا إله إلا الله ما قف إسكا كده واقعيا ميا فيري والحال هم تمنت اللي علينا باعتبار المعنى إلا من توا عمومي فايديني والحال ما قريهم أيبو يعلمون يقول لي معنى إذا مركا عيدي حولنا قدي ذات كان عابد إيدان إيا ملائكة عابد إيدان نبي عيسى إيا عزير إيا ملائكة وما إرقاي كران إلا وحي إرقاي كران وكالية وليب أيضنا وبعد إذن الله لو سوء يعني وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إد أيوير جاي كران مجرتو إلا وحيوير جاي كران مركي الله أفصحه قف توحيد كقري وليب أسوي توحيد كأقام أوله ما هنقف إسكا جدا واقع أولا تدكو بعدها آه. سمعتو الناس يقولون فقلت تدكو الشيء أيام مقلوعة ما هو بعدها كاس وحوي واحد وحكو بعي النبي الشيء صلى الله عليه وسلم تاسره وحي وافق إلى حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أو أبو هريرة النبي ويديه صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة رسولك إله يوم ما لنت قيامها الشفاعة ذات يا وحق لما بضان كذلك هل يأييه نبي محلوك جوابي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي قفك الشفاعة إذا النصيب كأوله إهل الكرا وقفك التوحيد ككل واقع يري أصدقوا برح تريا وليما ما هنا صوح كدري آيات الحديث كل واحد مركا مقريان قيامها ضدك ملائب توش في عيدو أما النبيال كوش في عيان أما الصالحين توش في عيان وضدك التوحيد ككل واقع وليما أيها أقوان أولي ما هنطط أيها الجاهلين اسكير أيها أقوان أولي أئمة التفسير إيا غير كتب بالوحي كير هذين وإنا واحد دول استاغنو قال ابن جرير الطبري وحيري ولا يملك ما نكره عيسى نبي عيسى وعزير يا عزير والملائكة يا ملائكة الذين صبح راسه يعبدهم أي عابدان هؤلاء المشركون وفي رسالة بالله عليك وها أي مشركين تعبدان وملائكة يا نبي الكاس سو كوي بط مخلوق وقف فدرك بطناوي حالا شيقي نبي عيسى والنبي الكاس لك السوقات أولياء الصالحين تنح لك السوقات عزير ملائكة والغضر صدح راس صدح راس مهنا كرام بالساعة ساعة قيامه مركز دعوه الشفاعة إلي كإرقيان عند الله إله يكتيس لأحد قف أم إرقي كرام إلا من قف يوإرقي كرام شهد قراه بالحق حق وتوحيد قراء لا إله إلا الله فوحد الله الله كليلا وطاعه إلهي أضيعة محوكو أضيعة بتوحيد نكو أضيعة توحيد جهل يمية على علم منه أصدقوا أقانوا للتوحيد أصدقوا أقانوا للتوحيد قف أصدقوا التوحيد كأقانوا للقرأي كاس بسوي إيا وصحة بما جاءت به رسوله قرأينا وهي رسول الله من إنه صحفة ومحمد رسول الله دي معناها سيدي معنى كسيدير أيوي
ابن جرير والضمير عائد عن فسري ان قيمت الضمبوعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال ابن عبد الله القرطبي في تفسيره وحكوية عائد عن فسري يدل على معنيين لا معنى يتوسي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون لا معنى يتوسي أحدهما أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وغير كل معنى كوراني تصيد وحيطها أن الشهادة بالحق توحيدك إلا قراءة غير نافعة وحي ترى إذا مله إلا مع العلم أقول إلا لي هاي مهاني وإن توحيدك معنيس أقول لي وشرطي من شروط لا إله إلا الله وشرطي وإن لا إله إلا الله بمعنيه أقول لي لا إله إلا الله لا معنى تسي مثوى نفي أديدت إلهي إذا نحن إبادة اللي أديده مثل الله إثبات وإن إلهي معناها الله سوى إبادة وإن إلهي إبادة الله سوى قبك وإن معناها سوى كرة أو يقان سلا سوى مركز وخسير صدى سيورا وأن التقليد لا يقني مع عدم العلم بصحة المقالة لكن ضدك هذيل إسكاجد ده يدقفك ضدك لا إله إلا الله بهايان أرك أنا واعير هذي تهاي وحويام تاس وحبد مديقي وحلو ترما وحلو ترما هدوس أقان الله كريم معنى الله آيات تصيد واحد تير والثاني أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشهيد عالما بها لمن حقوقها كله هي وحيالها لجمع قاتك أيه قف كشيء كمرقاتك عواجب وحاين أقول لي شيء وحاتقت هاي قوة كمرقاتك عديك لسك أمس أنا هلا بابا أيضا لقى قادنا واقص سؤال يجواب وحيت السؤال شو وحمر لا إله إلا الله لوم معنى القرآن سنة إذا معناها كبد وح وإن لا إله معناه وضط أو أهديد إن إبادة الله ديد الله وح كصهرة إلا الله نوم معناه لبابا أو أه الله إن إبادة الله سو لبابا اسمع نقف وين لقاهرا إن إد أن الله إبادة لو ديرو أو ليرادو إد أن الله إبادة ممت ما وين ليرادا الله ما وين لو سوغو ليرادا الله إبادة ممتان لبدا سالة ربا وديرد يسوغيت قفك غران ماي أدى وحلق بايستي أو كلمة دي لو إليو ساس أو غرقي لكن ده كمي يكون نولك أما بيري ليدا أو لقبايس كده أنهكاد أخون لا إله إلا الله ما له بدكاس كوخام حيهن بدكاس مك من مسلمين حيهن فيري دكاسو اسكاد دائره وحلق بيان كلمه ترجمه اي حتى هكاد ما يقاني ها لا اله الا انت رسول الله لكن ولي دكاس اهل السنه والجماعه وحي قبان هذه هل شيء مربى لغا هلو وا مسلمين مؤمنين وا محي وا اني معنى اهم اي اقول اليهين اذ ان الله هين ان العبد الكريم علنا العبد او جاي ترجمه هذا لا اله ليس الاله معبود وفهم غير ربان ترجمه مايا ترجمه شرط ما وها شرط ان معناها وفهمان ان ان الله هو العبد الكريم الله العبد اي واجب اساس وان معناها وفهمان هذا انت سمعناها وفهمان هل دليل يقون او مسلمين مؤمنين اهل السنه والجماعه اساس قبان اما المعتزله والاشاعره وكفار قبان ايوه المعتزله ولا شاعره وحيلين قف كان وحده ليش المسلم ما دليل على قرار وحده ليش دولي بالدليل كودنا قالوا هاي قالوا رسول يا جماعه وادي لك هر تاسو انا وحي مرك كافنا ان اهل السنه صاص طبعا كتابه هو شرحه صحيح المسلم امام النووي رحمه الله وكل شرحي حديث كان مرك امام مسلم وسو اروريي حديث كان وسو اروري امام مسلم باب كنا وحلو هرتا من جوزك وجوزك كوبات باب كنا الله باب السؤال عن أركان الإسلام حديث كان المسلم مركز سؤاله لي أنس بن مالك أي وغيري نهينا وأنا لكره بير أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلى الرسول كوحو يدينه وأنا لكره بير أنس بن مالك وحديث كان ماتني لصحيح المسلم فكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العقل وحن أدو تشعلين يري من خير بادية أو عقل لإنه يمادو إلا من هذا إسكا لما نهدو يمادو السؤال معنى لكلمة من عقل له هو سؤال مهم أنا بقوي دي أنا أقول أن كفا إيدي سن ساسا تشعلين ونحن نصبع النقوم مقلين فجاء الرجل من أهل البادية من غير بادية هاي يمد فقال وحوريا محمد
أتانا رسولك محمد رير بدي وعدت كان يا محمد نبيك الله ما دواب لكن رير نيجو عددي محمد ارجع يا صادر تنو يمد فزعم الله نوح النشاقي أنك تزعم أدوينا تكون أنت عريسو أن الله أرسلك إن الله كصادري ساس النشاقي قال ما بيقول الصدق الروم الشاقي الله يصادري قال وحر إنك رير بديها فمن خلق السماء إرك يا أبو ري قال ما بيقول الله قال منك رير بديها وحيري فمن خلق الأرض بك يا أبو ري إلا هو مثلا يقينين قرضه تيو كو امتحانان النبي إلا تاسع يبو يقينين ميرو تيلي لقد قلت هذه الجرين طال قال ما بيقول الله الله أبو ري قال وحر فمن نصب هذه الجبال بورها هي التالي وهو تعالى يلي فيها بورها ما فيها وحكو لحسوغا قال ما بيقول الله قال وحر منك رير بديها فبالذي الله يكو لحش خلق أبو ري السماء عركة وخلق الأرض بولك أبو ري ونصب تاقي هذه الجبال بورها الله أرسلك ما الله سيصدري وكل أرضك وتقول شيء قال ما بيقول نعمها الله سيصدري الله سيصدري قال وحر منك رير بديها وزعم رسولك إرقى قال وحر نوشيقي أن علينا كرك إن واجب أن يكون خمس صلوات شم صلوات في يوم من أمارن كنا يوم ليلة تنا مرون تيسا قال أنا بقول صدق الروم وكوشير قال من غير بديا وقولي فبالذي الله ينكب أنكب داري أرسلك كصاد دري الله أمرك بهذا ما الله كبير شم صلوات كوشير أو الله ساس كصاد أمري قال أنا بقول نعم ها الله ساس كصاد أمري شم صلوات كوشير قال وقولي وزعنا رسولك إرجع وقولك كون دعودي أن علينا كرك إن واجب أن يكون زكاة زكوت في أموالنا ماليالكين قال أنا أقول الصدقة هم الشيء قال أنك إرداده قولي فبالذي الله ينكو داري أرسلك كصاد دري الله أمرك بهذا ما ألك يريدك مالك قا ويسكا قا قال أنا أقول نعم ها ألا إيري قال أقول إيري أنك إرداده وزعم أقول كون دعوذي رسولك إرقاقا أن علينا كرك إن واجب أن يكون صوم شهر رمضان بالرمضان إلى صومه في سنة كنا سنة ذي النبأ سنة كسترة قال أنا بقول الصدق الروم كوشير قال من كبر بديه وغيره فبالذي الله ينكب دارش أرسلك كصادري الله أمرك بهذا ما الله أمره بلدا إلا الصوم قال أنا بقول نعم ها الله أمره قال من كبر بديه وغيره وزعنا وكم تعودي رسولك إرجع جابو أن علينا كركنا إن الواجب قطع حج البيت بيتك إن لو حجيو من الصدق عليه سبيل قفك أوده قال أنا بقول الصدق الروم كوشير سيدس أنا أوصل شيء قال وخير ثم ولا واجب انا سالي واجب استوا دقاق نيكي نيكي وا دقاق نيكي وا دقاق مركو ساس او دقاق نيكي وا دقاق واجب قال وخير ولدي الله ينكو دارت بعثك النبي محمد كو صادر بالحق حقنا حالات كو دهانت لا ازيد عليهم انت سينا كسيادن كانتا اركانتاس واركان الاسلام انين كسيادين ولا انقص منهم اننا وحنا كنقصامين فقال النبي النبي قال صلى الله عليه وسلم الله إن صدقها تروش يا وأركان تاسوس وحنا كن نقصان وحنا كوسيادين لا يدخل أن والله وجل الجنة الجنة تاسوس راح يكون تبا إذا واجبات كلا سميه جنة والو قلا محرمات كلا جتبه دي قفكو محرمات كنا كتبه وحوي واجبات كنا أو سميه وحويان قفكاسو جنة وجله جنة وجله حديث كسمرك وشرح أي مركا إمامه نووي رحمه الله تعالى مركو حديث كالشرح أيو السيدان يري مرك ويري قال الشيخ أبو عمر ويري الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله في حديث كان وحا قصوغا دلالة وحك تصيى لصحة ما شيء صحيح نمديس ذهب أي كتين إليه حقي سأئمة العلماء إمام يالكي علماء أم حيث وحا أئمة علماء كتاين إنا صحتاي حديث كان كتوصا ساسوي ومحيطة وحا أئمة علم كتاين من أن العوام ضدك عامدا المقلد دين أي علماء إسكراعة مؤمنون إنا مؤمنيه وأنه شأنه يكتفى منه وحا اللي ركف توما بمجرد اعتقاد الحق حق إنا عقيدية أوكري شيء حق وامحي اللي كالي يسهل عبد إذكال اللي عبدكو وإن أرنت قلبك وضع قشو أي عقيدية سيداس وإن السياس عقيدية جسم قعنان ما يلقى يلي ما شك وإن قعنت من غير شك شك الآن وتزلزل إياك حقاك شك الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة أرنت أسوحا كو خلافين
dadkii sidaas diiday oo mu'tazila oo mu'tazila ayad waxa ilaada waajib waxa inay wax dalishadaan inay wax dalishadaan ayaa waajib ah sidaasay mu'tazila leeb maxay ilaa ninka nabiga sallallahu alayhi wasallam adilla ma waydiin mar alla markii uu arintii ogolaaday khalas nabigu waa uqiray nabigu waa uqiray waana ku sugay wax adillaana ma waydiin taasa tusayda in wax weeyaan qofka daliil la weydiyo aysan waajib ahayn ay waajib tahay xaqqa inuu garto kuna dhaqmo sidaas oo kale ibn al-hasmi kitabkiisa shanta mujallaa al-fisal fil milal wal ahwa wan nihal sidaan u yiri wuxuu yiri dhaaba muhammad ibn jarir at-tabari iyo wal ash'ariyatu ash'a'ira waxay ku tagen kulluha dhamaantood xaasha sunna sunnaniya sunnani kuma jira halkaas inuu ash'ariga ka reeb sagu waa khilaaf iyo ash'ariyada kale ma maalintii kale waxay ku tageen ilaa annahu laa yakunu qofku inuu san noqonayn musliman illa man qafa muslim noqon kara laa yakunu inuu san noqonayn musliman illa min al-istidlal daliishi maahane wa illa hadu san wax daliishan falaysa musliman qafkaasu muslim ma saasiliina ash'ariga qofka hadu san wax daliishan muslim ma wayru wax daliishada walidaa saatareedeeda isku khilaafsan ahlus sunnah iyo ayagu awwal waajib marka wore qofka maxaa ku waajiba ahlus sunnah waxay qabaan laa ilaaha illa allah rasuulullah ku waajiba qofka shay ugu horeeya ayaguna waxa leey maya an nadara waajib waa in horta wax fiir fiiriya ha nada aa ku waajiba marka hore marka wuxuu yiri waxa yiraahdeen muslim qofku noqon ma wa qala dabari dabari wuxuu yiri wa man balaga qofki gaara al ixtiraam qaan gaar qofki ay waxan rabaa ixtiraam waa dadab qaan gaar ama se tinta hoose ka soo dhalato oo rag iyo dumar ah ama se gabadhi hayd gaarte walam ya'rif illah allana aan garayn aysa wajalla bi jami'i asma'ihi wa sifatihi min tariqi istidlal aan u galayn fa huwa kafirun halal dami wal mal wayu kafir dhigiisa maalku halal wayu halkaas ka bixi halkaas ka bixi wa qala wuxuu yiri ida balaqa marku gaaro al qulaam wiilka aw wiil jariyatu gabadha 7 sanina 7 sano man alla markay gaaraan wajaba tacliimuhuma wa tadriibuhuma ala istidlal waaj waxa in lagu tababaro loo layliyo in wax dalishadaan ala dalika arintaas wa qalat al ash'ariyya ash'ariya waxay tiri la yalzimu al istidlal ala dalika illa ba'da al bulugh maya qan gaar markay noqdaan waajib ku tahay in wax dalishadaan ash'ariya saasaytin intaas markuu hormariyay uu qowlki muslimiinta dhan oo kale mareen u keen qaala ibn muhammad wuxuu yiri wa qala sa'iru ahli islam muslimiin taqdamaan tud inta kale isku dar ahlu sunna iyo hata firq kale waxay yiraahdeen kullu man i'taqada qafki aqideeya bi qalbihi qalbigiisa ka aqideeya kullu man i'taqada qafki aqideeya bi qalbihi qalbigiisa i'tiqadan i'tiqad la yashku fihi usku shakay wa haqiqiye haqa wuxuu og yahay alla kaligiis in la caabudo inay waajib tahay id kalena aysan banaana in la caabudo oo san ciidaara mudnayn saasu qalbiga ka xaqiiqi qalbiga kaliya miya maya ash'ari ayadu hadda qalbiga kaliya iimaan u taqaan oo wuxuu yiri wa qala bil lisanihi la ilaha illa allah wa anna muhammadu rasulullah am arab kana ka yiraahda la ilaha illa allah muhammadu rasulullah arab kana ka yiraahda wa anna kulla ma jaa bi haqq wax kasta oo nabi maxamed la yimid inuu xaq yahay aqoodeeyo fiir wax alla wixii nabi la yimid uu san midmid u kala garan wa inuu aamino qofkaan hadii kale rasuulki ma yaqaan ha maxamed rasuulullah uu san qoon hadii kale wax alla wixii nabi maxamed la yimid inuu xaq yahay wa inuu aqoodeeyo wa alla wa bari'a min kulli diinin si wa diini maxamedi sallallahu alayhi wa ana inuu ka bari noqda diin kasto diinta nabi maxamed ka soo haray oo uu aamina diin kalo haqo ma jirto qofka aaminsan diin kalo haq ah jirta waa gal muslima nabi maxamed maalinkii la soo diray ka gadaal maxaa yeelay diinihi nabi maxamed ka horeeyay waxa weeye nabi maxamed markii la soo diray ka gadaal laba dariiqba balaala dadkii qofkii yiraahdo waa ku dhaqma ugu dhaca diintii haqa oo aan la bedelin
ولا نسقي وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لصوت دري كل أكيد مرك إله نواقلا في الرسول نواقلا في القف كي رمك أسكت بمن دين كسيدي قال تتن النبي محمد كتب تلابات ندين تي النبي محمد كير ريدو صحا وحلقات بدين الله بابا حيبا وحا الله حيا وحا ويا وابن بين او اي خيار ما هاني اردال قراطي اردال وحا اي قراطي او بين بين وي مرك مرنا ووح محرف او لبدلي مرنا ومنسوق سنة ومركا مرنا اكرت الدين كتك او اساقان كسعونا محمد نواقلافي نبي محمد نواقلاف سنة هاي سيداسا ان الدين كو هيستطوف كي يرادا مسلم ماهان لبادي نقو كالغالبي طلبات نقفك اقرا او يرادا ودين سماوي هيستانا وقال او مسلم ماهان انت اسقفك اللي قهلا ويقول فإنه مسلم مؤمن ومسلم مؤمن ليس عليه قيد ذلك انت اسوحان اهين واجبك معه لكن محمد صلى الله عليه وسلم كو انو عقيدة جسميو على كاليس اللي عبد انت كالعبد كلي عرب كان التوحيد كأغاد طواقه وحكستو النبي محمد لي مدوا حق امنه دين كستو النبي محمد دين تيسا قلافتنا بريء وكان نقضه خاصوي دليل انو واحد دليل شده واجبك معه هل كاس مركا وحد قرانا إذا عوام تا مسلمين تا وحد أهل السنة والجماعة كقران مركا غلوي إيا تشفاء لبضه وضلال غلوي وحاة سيداس أشاعر هذا أوكرا إلا يرهد هو إلا يوحد دليل شدان عامل أصدوك إسكي تشوك وإلا براوا في عمت هاي دليل كإن عامضة يكوى ميتشوغ يكوى مدالات شوغ من البرو لكن إلا تكفيريو ليرهد ديسا وحد دليل شن وقالو وضلال وضلال شفاء نوحا أيضنا أضلال كلام إلا يرادو هديسان كالأقونين وحوين صنق إلا عابده يا الله إلا عابده يسان وح أي أوجهين لأرك ليرادو وح كالسوا إسكا مسلم إد كالسوا إسكا مسلم دور ربا إد دور ربا عابد تاسونا وضلال كلام لازم قفك مسلم وقل نغو كرا مركو التوحيد كيكونا دواقو معنيه التوحيد كان أوقات إلا من شهيد بالحق وهم يعلمون قراشبنا وحنا لوينو معنى قد فهمه الله كريه هلا عند إنت اللي معامد يقولون فهمي إيه شرط ما هنقول حلق بيا تاسنا وين لقى رحت أمر مركا إنت يرتا أيان كذا جاب صنا إن آية تاسنا وآية معنا بدل مباهنا إلى وقول سبحانه ولا إن سألتهم هذات قال له ويدي ما بقى صوبناه منكم خلقهم أيق أبوري تاتر أبو قال إذن كيان أبوري هو إذن كان يان أبوري لا يقولون والله وحي إليهم قال له الله الله ما أبوري فسلي مشركين تداد ويددو ترى يعني أبوري وحيلين الله إلى وغن سبحانه فأنا سبيبا يؤفكون اللوليحية وحلا ياب لوحاء أيها السيدس الفهمية صرفت اللوغة اللحية إن الله سعمد وحلا ياب لأرين تصوات فكيف سبيه يؤفكون اللوليحية الله إذا هذا ديس اللوغة اللحية وقيله وحي قعد فانطه الساعة أي قعد فانطه وقيله مركب وحا لابا وعنده الأكتس وحا هذي قيله علم قيله ما بيقى أراه ديسي أنا هذا الكيسي علم جيدنا الأكتس يلا أو نبي يري يا ربي ربي يا إن هؤلاء كوان قوم وقوم قوم كل لا يؤمنون عن حق رميني وقوم عن حق رميني وحاوة النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بدأوه دي آيات دانو شيء سيدا آيات كلابة سورة الفرقان ورب العالمين أقول شيئا وحاوية وحاوية لمدة هاي سورة الفرقان با إلهي وين سيدو نوو شيئين ويرو وقال الرسول يا رب إن وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا مركوا شكاوا أماش دعوة وإلهي سأو شيئا يا النبي صلى الله عليه وسلم وإلهي إله قومك ويقد دين دينك القرآن كينا وكتغين أو إني كود أقمان ويكهجرودين مارك آيات دان آيات دان سيكون معناته وقيله وإنده إلا يكتي سواحا هذا قيله علم قيله نبي قول كيسي قيل إيا قول إيا واسكمت ولا مستر وقيله نبي قول كيسي علم إذا ألا يكتي سويا الله ومحوكو قولي نبي وحوكو قولي يا ربي ربي يو إن هؤلاء كوان مشركين تقوم وقوم قوم كل لا يؤمنون حق رمين إله قوم كانوا حق وديده قال تعالى إلى وحر فاصفح عنه إسكا جيسو إسكا جيسو معنى هذا وحوية هذا الكحوم وأي كلين هو جيسو وابد هو جيسو وابد إسكا صنع وحي كهلان إليه وقود إيه هنجباب إيه قلوه هنجباب ما بيقان وحل إليه إسكا صوت دمو أديك هو جيسو وابد هذا الكحوم وأي كلين وأفلقاد إيه عايدة إيه وحل متكعة
حافظ من كثير وخر معناه وحوي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام سيء وحوي إن هو جواب هذا الكحون أو يقول هذا لا يانا وكله ولكن تألفهم صادم وصف عنه مسكجيسو فعلا وقولا بكجيسو فعلا مركز إن لك هذا ما بنان المكان تي لجوجوي لكن جهات كذب والله أمري أمرك المدينة لتجي أي جهات كلا واجبية أنت ما كرر الله إتنا كذب من الواجبية لكن إن هذا الكحون أو يرهدان حمان لو قد جواب تسوى أخلاق وناك إسلام كوسكلي هاي فصفح عنه بسكجيسو نبقى صوبانو وقل وحر نطر هذا سلام معناها أمري أنا أرن كيقو سلام وأنا بدلي كل ما أني ويقن بدلي دان أو هذا الكحون الذي هي إنين جواب ما سداس الله إنين جواب ما وقل وحاطر أنبقى صوبانا سلام أمري أرن كيقو سلام وأنا بدليو فصوف مرضا بيس يعلمون أغاد دوران قال الله يبارك فيك and إن تاسوا جود مركا وقل وحاطر هذا سلام نبتجليو أمري أرن كيقو سلام ونبتجليو فصوف مرضا به أين يعلمون قال أغاد دونا وحن كل أبانا إنا إن عشر كي نوبود دنبيي قيب كميد أنكب السوب بود نيبا oo habeenkii ugu dambeeyay aan markaan sharxaynay aan waxa weyn ka soo boodnay oo aan sharxin faqtalafa way iskhilaafeen al-ahzaabu kooxihi nasaaraba min baynihim dhexdooda iska khilaafeen fawaylun halaak lilladina ku yusugnaaday dalamu dhulmiga falay min adabi yawmin malin adabkeedu uga sugnaaday malin adabkeesu aliimin limin xanuujiya أن أنت كلو وصل شرحنا لكن فويل للذين ظلموا من عذاب يوم من أليم أنت صرنا شرحين أو وصل شرحنا واحد الحساب توا إسقلافين كوحيه النصارى كوح تري نبي عيسى وحويا وعبد الله ورسوله وكوح الحق كوح تري وولد الله وكفار يا كوح تري وابا الله الصبو وأنا كفار كالعيبنا ملك يسأل يري سبحانه فويل هلاك للذين كوي أصوا ناضي ظلموا الظلم غفلت كوا ظالمين تا أي أصوا ناضي هلاك ظلم غنا هل كان واحد لولتش إذا ظلم غي أكبر كها ظلم غي أكبر كها يا لولتش إذا أو كفر غا تاسنا واحد كوجود دليل قوله تعالى في سورة مريم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم كفروا أي حاجة لقى عبيرة وأنا اسكو قصة مكة من عذاب يوم مال عذاب كيد وقصنا بهلاك عذاب كيس أليم مؤلم حنوتية والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.